أكد الرئيس السيسي أنه لم يعد مقبولاً أن يكون من بين أبناء أمتنا العربية صاحبة التاريخ المجيد والإسهام الحضري الثري والإمكانات والموارد البشرية الهائلة من هو لاجئ أو نازح أو متضرر من ميلات الحروب والكوارث أو فاقد للأمل في غد أفضل. أضاف الرئيس السيسي أن الوقت قد حان لكي تتضافر الجهود المشتركة لتضع نهاية لجميع الصراعات المزمنة والحروب الأهلية طويلة الأمد التي أرهقت شعوب المنطقة. فلم يعد مقبولا أن يكون من بين أبناء أمتنا العربية صاحبة التاريخ المجيد والإسهام الحضاري الثري والإمكانات والموارد البشرية الهائلة من هو لاجئ أو نازح أو متضرر من ويلات الحروب والكوارث أو فاقد للأمل في غد أفضل. لقد حان الوقت لكي تتضافر جهودنا المشتركة لتضع نهاية لجميع الصراعات المزمنة والحروب الأهلية طويلة الأمد التي أرهقت شعوب المنطقة واستنفذت مواردها وثرواتها في غير محلها وأتاحت المجال لبعض القوى للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والاعتداء العسكري غير المشروع على أراضيها والعبث بمقدراتها ومصير أجيالها من خلال استدعاء نزعات عصور ما قبل الدولة الحديثة من عداءات طائفية وإثنية وعرقية وقبلية لا غالب فيها ولا مغلوب وبما أدى لانهيار أسس الدولة الوطنية الحديثة وسمح ببروز ظاهرة الإرهاب ونشر فكره الظلامي والمتطرف.